السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مرحبا بكم ايضا على القناة شف سهيلة اليوم غادي نحضر لكم الات براونيز كيجي كي كيحمق غزال بزاف هانتوما كيما لاحظتو كيجي رائع جدا وانما غادي نحضر به واحد الوصفة او واحد التورطة صراحة كتجي اكثر من رائعة خليكم معايا من بداية الفيديو حتى الاخر باش على المكونات والطريقة ديال التحضير ديالو اللي كيجي ساهل وبنين بزاف خليكم معايا دائما كيما قلت لكم بداية الفيديو باش تشوفو المقادير والطريقة ديال التحضير ديالو كيجي يجي صراحه اروع ما يكون مقادير واضحه جدا ولو اول حاجه كنحتاج هنا تقريبا 170 غرام ديال الشوكولا هاد الصديفات هادو اللي كيكون نسبه الكاكاو ديالهم 55% من الكاكاو عندي جوج معالق كبار ديال الدقيق ما يعادلنا 30 غرام عندي ثلاثه المعالق ديال السنيده ما يعادلنا اه تقريبا ستين أه ستين غرام صافي عندي هنا تقريبا واحد ثلاثة ديال البيضات عندي هنا ضفت عليهم داك ثلاثة ثلاثة المعالق كبار ديال سنيدة وغادي نضيف عليهم فاني هنايا هنا, هنا راه كنتحذف ليا داك المقطع داكشي علاش وغادي نطرب جيدا بهذا الشكل هذا صافي حتى كنحل داك الحبيبات ديال ديال السكر مع داك البيض او سمحوا لي بعدا كنتعطل عليكم ولكن ماشي في م... 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 خاطري المهم <applause> صافي من بعد هنايا غادي نضيف داك الزبده ذوبتها بطبيعه الحال بالنسبه للزبده غادي نعطيكم الم... م... م... مضبوطه عندي تقريبا 150 غرام ديال الزبده مع كما قلت لكم 170 غرام ديال الشوكولا دوب الزبده وغادي نضيف على داك الشوكولا وغادي نحركها مزيان مزيان بهذا الشكل هذا يحتك حتى كتذوب ليا تماما صافي من بعد هنا نتوما كما لاحظتوا كتبرد ليا واحد شويه غير كتدفى يعني ما كنخليوهاش تبرد تماما صافي من بعد هنايا غادي نجيب آه غادي نكب داك الخليط ديال الزبده و والشوكولا ها انتم كما لاحظتوا وعفيتك كطيب دغيا دغيا عندها 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه ها هي واجده يعني ما كطولش كاع في الفران صافي من بعد غادي نبقى نضيف هكا بشويه بشويه وانا كنخلط وهي كتجمع ليا بطبيعه الحال صافي من بعد كما لاحظتوا انني من بعد ما نضفت داك الخليط ديال الزبده وديال الشوكولا صافي غادي نضيف هنايا المرحله الاخيره هي الدقيق بالنسبه للدقيق كما قلت لكم 30 غرام ديال الدقيق وهكا غادي ديروا بهذا الشكل هذا غادي تغربلو بطبيعه الحال صافي من بعد هنايا غادي نديرو من الفوق غادي نحركو جيدا من الاعلى لأسفل بهذا الشكل هذا صافي وهذا الشكل هذا يعني خدي يعني صافي هذا هو القوام اللي بغينا نتحصلوا عليه غادي نجيب واحد الاطار اللي ستة 26 سنتيم او ممكن ديروا ديال 24 او ممكن ديروا ديال 20 سنتيم الا بغيتوها تكون لكم عاليه بزاف انا فقط بغيتها بحال الجينواز باش هكا ما تكونش لي عاليه بزاف هانتوما ما معايا غادي نحاول انني نستويها الفوق وغادي ندير لها واحد الطبقة المقرمشه من الفوق متكونه من, من الكركاع واللوز ايفيلي اللي غادي نضيفها من الفوق باش ملي غادي نصايب التورته ما غادي نستغنى على داك الطبقة المقرمشه غادي نضيف الكميه ديال الكركاع اللي بغيتو تقريبا غير شي شويه واحد خمسة دراهم هكا وكنضيفو هكا واحد ملعقه صغيره من الدقيق صافي من بعد غادي نوزعها بهذا الشكل هذا غادي نحاول نصفي داك الدقيق من داك الكركاع علاش كنضيفو الدقيق ملبس بالكركاع الاخوات اللي ممكن تكونوا عارفينها وكاينين البنات مبتدئات ما عارفينش باش دائما يبقى لينا الكركاع مهزوز للفوق ما يهبطش لينا لتحت ويتحرق لنا فقاع ديال الصينيه من بعد انا كنرش على اللوز ايفيلي بهذا الشكل هذا بالنسبه للطريقه ديال الطياب من الفران كيكون سخون معنا عندي ديال الغاز كنخليه حتى كيسخن مزيان نتوما الا عندكم الضو كديروا 180 درجه وكتخليوه سخون وكتدخلو حتى كطيب من كما قلت من 15 لعشرين دقيقه صافي كتقيتوها بالموس كتلقاوها ناشفه وهكا كتحصلوا عليها صراحه نتوما كما لاحظتوا كتجي زوينه بزاف وان شاء الله غادي نحضر بها تورته اللي اللي متكونه صراحه من من واحد الطبقتين صراحه كتجي رائعه جدا خليكم معايا وهذا هو الفيديو ديال اليوم كنت من الفيديو ينال اعجابكم وان شاء الله الى الغد ان شاء الله مع تتيمة ديال الفيديو وجربوها وغادي تنال اعجابكم صراحه كتجي رائعه جدا وكتحمق زوينه بزاف وشكرا بزاف على المتابعه والى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده بتلا عليكم